السلام عليكم سي حسين، حي الزوين ديالنا. هذه واحد البيزا حتى انا في انستغرام، بزاف الناس تواصلوا عليها وكيسولوا على الثمن ديالها. قلنا علاش ما نديروش واحد لا فيديو ونحطوا اللوينات ديالي. صراحه ما فيهاش شي كميه كثيره، غير هي فيها لوينات واعرين شي حاجه طوب. عشاق الاناقه وعشاق اخر ساحه الموضه انا والحاج. هي لوباز ديالها نوار، داكشي علاش حنا كلها لبسنا ليها نوار. شهوت كديري لها الغوزان ديال ديري لها البلو، بلو موف، فيغ انيس، غوج بغيك، غوز، كوغاي، اي لون تعشقات عينك سيبليه لينا ومريه لك ونلبسوه لك وتشوفي الاناقه كيفاش غادي تجي وتشوفي كيفاش غادي تطلع شي حاجه شيك. الوغ هما كاملين لبسنا لهم النوار، غير هما فيهم لوينات غزالين تقريبا فيها شي سبعه اللبسات. روعه 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 روعه. بخومي شوف لا كاليتي غتكون بواحد الثمن رمزي، ثمن في المتناول بارابور لهاد لا كاليتي وهاد السلي هادي وهاد التويب هادي. الوغ اجي معايا نشوفوها في المكان سي حسين. شي حاجه راقيه وغزاله واوريجينال. شوف معايا الاناقه، شوف 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 شوف. كنت من عشاقة الصفيفر، عشاقة الموطان، عشاقة الفير امون، فير امغود، يعني اللون اللي ارتحت فيه عينك شهيتي وبغيتي تلبسي تبرعي مع راساتك. شي حاجة راقية واوريجينال في كاليتي، وغنديرو لها واحد الثمن رمزي. انا بغينا كلشي يستافد، لا من الغلا لا من الرخا، كلشي يلبس ويتبرع. شوف لي لاطومبي ديال التوب كيفاش دايرة. شي حاجة غزالة 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 غزالة. الطراب ديالها رطيطم والمتراج ديالها راه لوفا 3 متر وهما فوق على ميترونس. شي حاجه راقيه، هادي ما تكلفش شي حاجه في الخدمه. دابا الطوندونس ديال لها الضفاير، الضفاير في اللوينات باش تشفت لي القفطان كي بغيتي وتلعبي في اللوينات كيما حبات حالك. دابا غنحاول نطلق لك اللوينات وندرعك فيها وشوف معايا الاناقه والجمال ديالها. شي حاجه راقيه حليل، راقيه راقيه. شوف 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 شوف. هي باغفوا هي ماشي باغفوا، الاغلبيه التصوير راه كيضيع الثوب حقه، ما كيعطيهش الحق ديالو. شحال من سيده كنقولوا حتى انا شي يوتيوب تنصوروه ولا كتكومونديه وكتوصل به، ديما كيقولوا عليا، كيقول لي راه التصوير راه ما عطاش هاد لاكاليتي كامله، راه في الواقع راه شي حاجه واو. حنا كنقول لها الحمد لله بعدا ملي وصلك التويب ديالك وعجبك في لاكاليتي بارابور كاليتي بخي وبصحتك، بصحتك وراحتك، تستاهلي كل خير. شوف لي هاد اللوينات كي دايره، هي راه فيها ان غاماج دو كولور رائع، غير مساله الذوق اللوانات اللي كترتاحي ليهم وبصحتك وراحتك. اللي عندها شي عريس ان شاء الله اللي عشقت البلدي بغات دير شي لبسه غزاله. وهاد السلي راه غني على التعريف حسين، راه شي حاجه اللي ما كديموضاش، راه تخيطها بلو فون نوار وتلبسي وتبرعي وتتمليها خبيها وعاودي جبديها وبدلي لها قفطان وانت عندك لبسه من جديد. شي حاجه اللي راقيه والطوب. انا ود الحاج اخبار تيبانو لك اللوانات مقاربين ولكن راه سي ديفيرون كل شنو غنلف فيها. انا ود الحاج انا ود الحاج تبرع ليا حاجه اللي راقيه بالشروق. زوم لي على لي ديتاي، شي حاجه اللي طوب. شوف لي اللوينه، شوف هذا علاش قلت لك شوف اللون اللي ارتحيتي فيه راه المريو لك معاه. حنا درنا لو فون نوار، نوار مارياج دي كلاسيك، وتا النوار راه تقدري ترشي فيه هاد اللوان سواء بالطار سواء بالعقيق ولا باش ما حبات خاطرك انت والشهوه ديال الخيطه ديالك تبرعي ولبسي مع راسك. اللوينات فيها واعرين، كاليتي غزاله وممتازه، اخر ساحه الموضه، شي حاجه اللي جديده في السوق وما ديعاش. اغلبيه ديال الايام تتبغي تلبس شي لبسه اللي كتقول لك المبره كاينه التليجه كاينه، انا بغيت شي حاجه ما ديعاش. هذا مادام راه ما تندميش عليها، شي حاجه اللي اوريجينال وما ديعاش. غادي تلبسي لبسه مبره تليجه بواحد الزواقه اللي ديفيرون وفي الجودة أحسن ما كاين في السوق، الثمن غزال اللي هو 2500 درهم حسن، ماشي 4000 درهم، ماشي 3500، 2500، ثمن غزال بارابور كاليتي بخي راه تستاهل كل خير. أنا ودي روعة روعة روعة، شوف شاكر راسو، هي غير في الشوفة عافية العين وكلشي. أنا ودي دابا خدمة ماشي بالضرورة تكلفي عليها، راه تقدري ديرها غير بالضفاير باللوينات وهي لبسة غزالة. كاين اللي كديرها جلابة الحضور، كاين اللي كديرها قفطان، كاين اللي كديرها لبسة. الناس اللي كيخدمو في البلدي كتبغي تاخد دفينة ودير منها باتش وورك مع الجليبات، خدي خدي اللي فيها اللوان بزاف، هي اللي غادي تبرعك في المارياج دو كولور. راه تقدر دفينة وحدة لبسة تخرج لك 600 جلالب غزالي بالطرز بالمعلم بالرانطا باش ما حبات خاطرك، وبدعي مع راساتك.
انا اول شيء شوف هي ضغط ولا لا. شوف شوف اريد ان لا امر شوف نحاول نبدلوا الفكره وتشوفي التناسق كيفاش كاين. نمشي لهذا لو موغ هذا البارد كاع واللي قلنا ندخلوا فيها ونشوفوا حتى هي شنو غادي تجي ونشوفوا ضغطكم شنو غادي يجي. انا حاجة طوب 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 فواحد الملمس رائع كاليتي غزالة ولمسة جديدة. غنزيدو كاع عاوتاني واحد الدوين شوف هي الباكولو غادي عاوتاني هادي تاهي واحد الملاها انا غنحش انا لالا مولاتي انا عشاق الالوان انا حبيبي حاجه غزاله غزاله غزاله. وهادو هما اللوينات ديالها سي حسين راه فيها تقريبا شي 7 اللوينات شي حاجه غزاله بالطوب. الثمن كي قلت لك راه 2500 درهم. وانت مادام صوري سكريني وصوري على راسك حيت عبقل الله يسخر لك. انا كنحاولوا نديروا احسن ثمن واحسن كاليتي في السوق واللي خدات منها بصحتها وراحتها وما خداتش ماشي مشكله تاخذ احسن ان شاء الله ديما جايه بخير. هادو كتختلف اللي عجبهم الشكيه بصحتكم اللي عجبتها الفكرة وكانت كتسول عليها بزاف من السول عليها في انستغرام كتسول على الثمن ديالها. صراحة كنت حطيتها غير بوست واحد اللون اللي كنت لبستو في ماركا وقلنا علاش لا ما نحطوش اللوينات ديالها الصراحة. وهذه هي التشكيلة تبارك الله على الجميع. السلام عليكم.